معكم زهرة العلامي، سن 24 سنة، من مدينة فاس، طالبة بكلية العلوم والتقنيات، وأنا فنانة تشكيلية ورسامة كاريكاتور. بالنسبة للرسم كانت شي حاجة من الطفولة ديالي، ولكن ما كنتش واخدها يعني بواحد الجدية، دونك خديته بجدية هذه فقط 3 سنوات اللي بديت واحد لوطو فورماسيون او تعليم ذاتي اللي خديت فيه اساسيات الرسم وتعلمت يعني مبادئ ديال الضوء والظل وديال النسب وديال مجموعه من الاشياء، والحمد لله يعني بديت كنشق طريقي في هذا الدومين، هذا بديت كنكتسب مهارات وتقنيات اللي هي عاليه. بالنسبه للفن التشكيلي يعني راقتني واحد التقنيه اللي هي كنشوفها بزاف في البدايه ديالي، كنت كنشوفها عند الفنانين العالميين، اللي هي تقنيه الواقعيه المفرطه، واللي كتنقل يعني الواقع بواحد الطريقه اللي كتنقل التفاصيل اللي بسيطه جدا. دونك بما انني عاشقه للتفاصيل يعني جذبتني اكثر هذه التقنيه هذه وبغيت نمشي فيها بعيد، والحمد لله كنوجد حاليا اللوحات اللي كنتمنى تعرض في اقرب وقت ممكن. بالنسبة للفكرة اللي جاتني أنني نرسم مثلا في الملابس ديالي أو في الجسد ديالي أو في أي سيبور كنلقاه قدامي، أنه يعني أنا بالنسبة لي الفن ماشي ضروري يكون فقط على لوحات اللي ممكن تعلق في معارض أو كذا، يعني الإنسان ممكن يكون فن متحرك أو الفنان ممكن يكون فن متحرك. هذيك الشيء جاتني الفكرة أنني ندير واحد يعني ستايل ديالي خالي، أنني نرسم على الملابس ديالي يعني أشياء اللي كتمثلني يمكن أو كتعجبني. وبالنسبه للبودي بينتين او الرسم على الجسد، هو كاين مجموعه من الفنانين اللي كيتعطاو هذا الفن هذا، ويعني كانت مجرد تجربه. بالنسبه للمعيقات يعني ما نقدرش نقول انها كانت معيقات، ولكن يعني كانت واحد الصعوبات اللي هي بسيطه قدرت نتجاوزها. كان يعني ما نقدرش نقول يعني منع، ولكن تخوف الاهل ديالي عليا، لانه هذا الدومين كما كنقولوا في المغرب ما كيوكلش الخبز، وما يعني غير مجرد هوايه نخليوها في خانه الهوايه فقط، في خانه انه يتمارس بشكل ماشي بشكل احترافي وبشكل جدي. هذا هو الحاجه الوحيده. وكانت بطبيعه الحال صعوبات باش انك تتعلم بوحدك، يعني بدون واحد التعليم اكاديمي، بدون مؤطرين، كانت اكيد صعوبه في البدايه، ولكن الحمد لله جاوزها. بالنسبه للتعلم ديالي كان اوتو فورماسيون او تعلم ذاتي، يعني كنشوف فيديوهات تعليميه او كنحط مثلا دي طابلو ديال الفنانين اخرين وكنقل منهم. كنتعلم لي تكنيك، كنشوف مثلا مواقع الضوء والظل، كنشوف النسب كيفاش كتحط ديال لي بورتري مثلا. تعلمت بهذه الطريقه يعني بشويه، واكيد مع العمل الجاد جدا، لان في ظرف هذه السنوات القليله هذه والحمد لله وصلت لهذا المستوى هذا، كان جهد كبير في البدايه. بالنسبه للعنصر الانثوي، هو واحد يعني كتبقى فئه قليله جدا اللي كتشتغل، يعني محسوبين على رؤوس الاصابع اللي كيشتغلوا في الفن التشكيلي، وحتى لو كانوا يعني كيشتغلوا بواحد التحفظ، وكما كتعرفوا الفنان ما خاصش يتوضع له واحد الحدود او يتوضع له واحد الصندوق، خاص دائما يبقى حر ودائما يبقى يعني يعبر على افكاره، يعبر على تخيلاته ربما بواحد الطريقه اللي عفويه، بدون قيود، بدون حدود، وهادشي اللي ما كنشوفوهش يعني سورتو في العنصر النسوي، ما كنشوفوهش بواحد الشكل اللي هو مرضي. بالنسبه للطموحات ديالي، هو الفنان التشكيلي دائما يحلم، وفاش كنقولوا حلم يعني ما كاينش واحد السقف ديال الاحلام ولا سقف ديال الطموحات، يعني بكل بساطه ما كاين سقف لطموحاتي. بالنسبه للناس، اول مره عرفوا زهره العالمي في السوشيال ميديا،
كنت كنشارك اعمال ديالي في السوشيال ميديا بيني كاي رسامه وتعرفت على فنانين. عندي السوشيال ميديا كانت ليها الفضل كبير اللي انا تعرفت على فنانين اللي هما وازنين، عطاتني فرصه اني نشارك في الملتقى الوطني للكاريكاتير والاعلام بجانب مجموعه الفنانين الوازنين، وكنت العنصر الانثوي الوحيد اللي مشارك بالعمل ديالي. وكنتمنى ما تكونش اخر يعني اخر مشاركه ليا في ملتقيات لا وطنيه ولا دوليه. صراحه هذا اول خروج اعلامي ديالي، ولي كنشكر الموقع انه اتاح لي الفرصه، وكنشكر الناس اللي غتشوف هذا الفيديو وغتفاعل معاه. كنتمنى انه الفن يتعطى حقه الحقيقي في المغرب وانه يتقدر، لانه واحد الحاجه اللي فعلا تستحق التقدير وتستحق انها يتعطى لها قيمه، ولهذا الشيء اللي للاسف ما كنشوفوش في الواقع.